السلام عليكم الحاج. مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله. بخير سيدي. الحمد لله الحاج. Alors, on vous écoute, on écoute votre point de vue le plus respectueusement possible. Toute la cité. Moi, je ne vais pas être long parce que le réquisitoire, c'est pas cher, ou le test, ou qui vous le rajaoui, je commence à en douter un peu. La seule chose, je me réserve le droit de réponse à tout ce qu'il a dit aujourd'hui, mais peut-être que ça demande une émission, parce que je ne peux pas répondre à tout ce qu'il a dit, mais je peux vous garantir... Vous êtes le bienvenu, si vous voulez, on prend rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah, Rahman Rahim, mais je peux vous dire que 80% de l'Hajj illégal de Mohamed Fakhir est plein d'inexactitudes et plein de je ne dirais pas mensonges, mais je dirais que c'est de propos déplacés. لازم تكتبوا غير على المتاح نحيين واحد السلسلة ديال الحوايج اللي جاو على لسانه ما عندهم حتى شي أساس من الصحة. و هاد الظروف انا غير باش ما نتكلمش بزاف حتى من بعد غادي نتكلم على هاد الشيء الا غادي نبداو نتذكروا على لا ليست ديال نتذكروا على فتاح هو اللي قال لك هاد ما صالحش ليا وخصني شي فعالو وعطيه وريق راسو واحد اللي سميتو لا ليست الى تخلصات راه هو اللي خلصها لانه الى دوموندي قبل ما نبداو باش يتعيد الاس ويتعيد مسلوب ويتعيد كوني ويتعيد الاسماعيلي وسميتو اللي بغيت تنتظر بالي دي جون هادشي غير باختصار لان هادشي طويل وخصو تحليل الوقيته باش دينا الشامبيونه وسي محمد الى كيتي مشى من الرجاء قلت لنا نتذكر معاكم حتى نوجد الكونترا ديالي يعني ما دوينا لا في كونسونتراسيون ولا تريتمون اوليمبيك ولا خليك بقينا 15 يوم ولا 20 يوم وحنا كنفتكروا غير في المستحقات ديالو المقبله راه كيسمع إذا كان شي حاجه اللي ماشي هذاك الشيء اللي كنقول يقولها يقدر يجاوب عليها كان كندير المستحقات ديالو بوندون 15 جور هاد الشيء في المود جوان لان سالنا في المود مي حتى دينا داك الشيء وقلت طول يدخل طول هذاك الشيء ريبي سير اونجل عاد اذا نصلوا العام اللي فات عاد نتذكروا العام الجاي وبدا المسائل ديالو ومشى لاكادير ومن مشى لاكادير ذاك الوقت كان كيتناقش مع السعوديين لا الحاج ما تكذبش ونقدر نقول له الحاج ما تكذبش كيتذاكر معاهم نعم الحاج ما تكذبش الله يرضى عليك شنو قلتي؟ لا مثلا هادشي ما كاينش منه ما تقولش شي حوايج اللي ما كاينينش منه لا 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 انت حاج و الله يرضي عليك الحاج الله يجازيك بخير انا هضرت باحترام وهضرت على ما تقولش شي حوايج ما كاينينش هضر الحاج 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 سير هضر على ليكيب وعلى بريباراسيون ديكيب وعلى لو ريكروتمون هادشي اللي الرجاويين هادشي اللي باغيين يهضروا عليه اما غتبقى محمد باش ما ندخلوش في البوليميك نخليو الحاج يكمل الانترفونسيون ديالو ديك الساعه ترد عليه بوان باغ بوان تفضل الحاج فوزافي بارلي بوندون دو زور مو جانترفيان لان نسيتي الفرقه وباغي ديستابيليزي الفرقه لان الوقت فاش كل شيء كيتقاد وكيتقاد جيت نتفادى الخرجات الاعلاميه باش ديستابيليزي الفرقه انا جيتي انفيتي غير انفيتي جيتي انفيتي بغيتي تلوم الناس لا 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 من حقك ولكن من حقك انا نجاوب ما مرحبا الحاج الوقت فاش كنتي في اكادير كنتي مع الناس ديال الاتحاد ديال الجده
وتبادرتي معهم فازوا انا ما عرفتهم شكون هما السعوديين والسلام وتبادرتي معهم وعندي الاذن ديال لوطيل فين قلت فيهم عن تبادرتي لاخره لهذا لا ما بعث ما بعث شي فين كمل هذا قوت لهم كيضحك الناس جايين من الرمله جماهم من الرمله الناس عشريين معمولين معلوم من المقبل وهذيك الساعه كاع الفرق ما موجودينش وفي ذات الوقت عشريين هما تيوجدوا اما فيما يخص لي كونسونتراسيون وداك الشيء راني جيت فيما فيه الكفايه الوقت فاش تمشي لا كونسونتراسيون انا اللي عزلتك هادير الحاج On ne peut pas préparer. أنا اللي عزلتك أدير الحاج. On ne peut pas. علاش ما بغيتيش تجاوبني؟ أنا اللي عزلتك أدير. تنكمل. وأنا واش أنا اللي عزلتي أنا اللي عزلتك أدير. On ne peut pas préparer. ما غاتجاوبش بيان سور. À l'étranger en 15 jours. لا أنا سؤال باين واش أنا اللي عزلتك أدير. قلت لك On ne peut pas préparer. ما غاتجاوبنيش بيان سور. قلتي في جريدة جريدة. جريدة محترمة قلتي لهم هو اللي عزل أكادير دابا أنا كنحطك سؤال واش أنا اللي عزلت أكادير؟ لا لا ريونيون لا واش دابا السؤال سهل أنا غادي نجاوبك أنا غادي نجاوبك لا ريونيون اللي كنا فيها ديال لو كوميتي ذكرنا على لا كونسونتراسيون قلنا ما يمكنش تبدا على لوترونجي دابا لأن الوقت ما كافيش أنا سي با كونسونتراسيون على لوترونجي ألا بريباطون تاشي ذاك الوقت قلنا لك عندك الاختيار ما بين اكادير وما بين مراكش وما بين افران دونك انتوما اللي عزلتوا اكادير لا قلنا ايوا دابا السؤال باين علاش واش انتوما اللي عزلتوا اكادير ولا لا؟ عطينا بلوزوا اونتر لا انتوما اللي عزلتوا اكادير راه كانوا مسؤولين كاينين وفي جريده كنقرا بلا من اللي انا اللي انا اللي انا اللي قلت عطيناك الهشوا راه كان الكوميتي كل حاجه عطينا كنشوا ما بين ثلاثة ديال المحلات أشنا هما ثلاثة المحلات؟ قلنا لك راه أنا مكان عدو الهضرة لا وين؟ كاين مراكش كاين أكادير أون فين بريباراسيون في 46 دوغري اسمح لي أنا هادشي ذاكرنا فيه في لا ريونيون وفي هذوك الثلاثة طلبتي سميتو إلى أن بي في إلى أن بي في إكري وقلت أنت بغيتي اكادير الحاج غنقول لك لا اله الا الله فتلات هو اسمح لي لا اله الا الله يلي هذي 22 بيرسون راهم كيسمعونا وكيضحكوا هذا انت انت ملي مشينا ما بغيتش لا اله الا الله خديتي الطوموبيل مشيتي بالطوموبيل ما مشيتيش جاي ودابا الناس دابا سي الحاج الناس بغاو يهضروا على الرجاء وعلى لا بريباراسيون ديالها وعلى الريكروتمون وعلى لي ريزولتا وحنا غنبقى تهضر لهم راه سينا الكونترا راه مشى للدريبه راه خد الطوموبيله راه دار البلان في الطريق واش الحاج اسمح لي غادي ندير واحد الحاج الله يخليك الله يخليك غادي ندير واحد لابوز بيبليسيتير الحاج لا اله الا الله الحاج عبد السلام حنات الله يخليك عندنا واحد الحاج واحد لابوز بيبليسيتير ديال دقيقه ونص بقى معنا وبقى معنا ورجع عندك.